فرقيتها في بداية العمل وفي الخطة التي درسناها عن هذا المشروع هو إيصال الفكرة وإيصال مظلومية محمد وآل محمد إلى جميع البشر إلى جميع المجتمع المدني. أحبابك يا بول غيرة جاريتها وكيتها فرقيتها وكيتها فرقيتها هاي أحبابك يا أبو الغيرة جريتها هاي أحبابك يا أبو الغيرة جريتها يا أخوي رحلت ما تنتظر ليش مستعجل يا أخوي على القبر والله ما وتاني الهم عماني فدوة تاني الهم عماني ليش أحبابك يا أبو الغيرة جريتها ليش أحبابك يا أبو الغيرة جريتها وكيتها فرقيتها وكيتها فرقيتها هاي أحبابك يا أبو الغيرة جريتها هاي أحبابك يا أبو الغيرة جريتها ذكريات بكي المكان انت تركي ضحكاتك وسط عيني طبعيتها عشلون انساها يا من روح اسكنيتها صدمة يا اخويا خبر موتك اشيتها صدمة يا اخويا خبر موتك اشيتها كلمة موتك بين اخوتك تلم موتك بين اخوتك ليش احبابك يا ابو الغيره جريتها ليش احبابك يا ابو الغيره جريتها وكيتها فرقيتها وكيتها فرقيتها هاي أحبابك يا أبو الغيرة جريتها هاي أحبابك يا أبو الغيرة جريتها أيتي الزهراء يا معظم والله مفجوع عليك وزاد وانهيه آه شم آهل تجر وعذبانه تصيح سيد منتظر خيم حزنها تصيح سيد منتظر خيم حزنها جرح يدي يا ابو مهدي جرح يدي يا ابو مهدي هاي احبابك يا ابو الغيره جريتها هاي احبابك يا ابو الغيره جريتها وكيتها ورقيتها What?
فرقتها فرقتها هاي أحبابك يا أبو الغيرة جرتها هاي أحبابك يا أبو الغيرة جرتها من الوان من يا 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 الوان عليكم سكت قلبي والله عليكم ما يا سكت قلبي من الوان من الوان قلبي من الوان منتظر رجيك الحال رجيك الحال وتغير من يا 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 وين من الوين انازي انازي ما دريت الصار الصار